لم يكن اللبنانيون يعتقدون أنهم سيودعون عام 2019 على أهازيج آخر صيحات ثورتهم حتى يستقبلوا عاماً منكوباً بامتياز. جاء 2020 ثقيلاً تحمل أيامه خيبات أمل في كل الاتجاهات. لم يكن ينقص الاقتصاد المتهاوي إلى فيروس كورونا، جائحة أوقفت الحياة وضربت القطاع الصحي، وبدأت البلاد في رحلة سباق من أجل البقاء وحسم. نحن بلبنان بالموجة خلال الموجة الأولى تبع فيروس كورونا كنا عاملين اللوك داون، هذا الشيء ساعد إنه يخلق أعداد الإصابات تبع الفيروس الكورونا بأول مرحلة عنا كتير ضئيلة، لخلى يكون في عنا شوية استيعاب لهذه الحالات، لأنه نحن صحياً ما كنا مجهزين كاستشفائياً إنه نستقبل أعداد هائلة. كل يوم عم تزداد الأعداد أكتر يوم بعد يوم، وهذا الشيء عم بيؤدي كمان لإزدياد الحالات الحرجة اللي حالتها حرجة، وإذا ضلينا مكفيين على هيدا الوتيرة يمكن رح نوصل لمحل المستشفيات تفقد القدرة أن تستوعب كل الأشخاص اللي هنا بدهم استشفاء. وبينما كانت البلاد تصارع الوباء والسياسة في سيرتهم القديمة، كانت الملفات الثقيلة قد أعجزت الحكومة ودفعت البلاد نحو مزيد من التأزم، حتى مرت غيمة سوداء فوق بيروت، انفجار لم يشاهده اللبنانيون إلا في أفلام هوليوود أو من داخل العنبر الثاني عشر. سنة 2020 هي سنة إعلان إفلاس هذه المنظومة السياسية المستمرة بحكم الأمر الواقع. لم يشهد أي بلد في العالم أن تحكمه مافيا وقراصنة بهذه الوقاحة، فبالتالي هذه السنة موسومة بأن هؤلاء أشهروا إفلاسهم، ولكنهم مستمرين للأسف وسيدفعون لبنان في العام 21 وما بعد أكلاف بقاء، وإن رحيل بعتقد سيكون حتميا. سقطت الحكومة وسقطت العملة المحلية وسقط ما بقي من هالات للزعامات السياسية، وفشل الجميع في إنتاج بديل على وقع عقوبات أمريكية ومبادرة فرنسية لم تبصر النور. حين سقط المرفأ لم يستثني أحدا، فاختلط الدم اللبناني مع دماء اللاجئين السوريين. هنا تعرض اللاجئون لنسخة ثانية من هدم البيوت، هربوا من الديناميت واستقبلهم التفجير. اللاجئون السوريون الذين يعيشون في لبنان ويتأثرون بكل أزماته ومطباته، ضاقت بهم الحال بعد انتشار فيروس كورونا في كل زاوية. أعمال متوقفة، بطالة مستشرية في المخيمات، غلاء معيشة حرمهم من أبسط السلع، وأطفال تعذر عليهم التأقلم مع التعلم عن بعد. المعاناة لا تنتهي هنا. عدد كبير من العائلات السورية أبلغ بأن مساعدات مفوضية الأمم لشؤون اللاجئين لن تصله مع مطلع العام الجديد، والسبب الميزانية المحدودة. الوضع الاقتصادي والوضع السياسي يفرض التضييق أكثر وأكثر على اللاجئ السوري، وأعتقد بأن في المرحلة القادمة سيكون الضغط أكثر على اللجوء السوري، كون هؤلاء اللاجئين ينافسون العمالة اللبنانية، خاصة بأن مستوى المعيشة ومستوى الدخل اللبناني قد انخفض، وهذا شيء سيجعل من قدرة اللاجئ السوري على المنافسة في السوق المحلي أكثر، وفي نفس الوقت هذا سيؤدي إلى ارتفاع وتيرة العنصرية المتمثلة بخطاب جبران باسيل والتيار الوطني الحر، بالإضافة إلى أن هناك نوع من التوجه إلى محاولة إعادة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا بدون تسوية سياسية تبدأ برحيل بشار الأسد. 2020 رقم قد لا ينساه اللبنانيون واللاجئون وكل من يقطن على الأراضي اللبنانية. هذا الرقم الذي حمل معه عاماً مشبعاً بالمآسي والقلة والفقر والويلات وفتح طبقة سياسية عينها على السلطة وقدمها على الشعب. لتلفزيون سوريا، نور طوق، لبنان.